نفسكو. على فكرة تنصب بالعين سهل قوي، رزق قوي على نفسكو. بس اقول لك اعرفها ازاي في ثانية. حد من ولاد الشاطر يبص هنا بقى كده، ايه دول؟ فوليكلز. فوليكلز وحواليها ديفيوز لنفاتكتش، فاكرين الكلام ده بتاع زمان. طب دكتور بنغطيها بايه؟ ابيثيليوم ستراتيفايد ايه؟ مين فايكل ستراتيفايد سكويمس؟ بعرف ازاي؟ ويفي بيزنس من برين. اهم كلمه في المواد العكسيه. ويفي بيزنس ايه؟ من برين. شفت النفس اللي تحت عمل حفره وراه الدنيا؟ حد فاكر الحفره دي كان اسمها برين؟ اذا ما شفتش الكريبت مش هتعرف التونسل عمرك. يعني عشان اقول دي تونسل لازم الاقي مين الاول؟ كريبت. اصل لو لقيت الكريبت هتشوف الثلاث حاجات. مين الثلاث حاجات؟ كريبت، محاطه بايه؟ فوليكلز، وعلى جنب يمين او شمال او تحتها. حد شايف الفقاعات دي؟ احنا اتعلمنا الفقاعات دي ميوكاس بانز على طول، صح كده؟ ميوكاس بانز. دكتور اجتماع ثلاثه، مين يقول لي تاني؟ لازم تشوف مين الاول؟ ثم فوليكلز. والفوليكلز ساعتها بتساعد تبقى سايحه على بعضها، لازم على بعض مش ورا. حته منقطه حواليها ليمفوسايتس، وعلى جنب في اي مكان الاقي الفومي ابيرنس ده احجز على مين؟ بص الصوره دي تحت الاسلوب اللي فات. ايه دي؟ الكريبت. ثم ايه دول؟ لحظة انا قلت السايحة على بعض شوية، لكن هنا واضح. ايه دول؟ يوكا سنت. مبسوط في الصورة دي. مين دي؟ كريبت. واضح بس ما تفايد ايه؟ سويت. ايه دي؟ طب ما الفرق مش واضحة أوي، شال حتة بنقاط، لكن إيه دول بقى؟ مين يقول اجتماع ثلاث حاجات تاني؟ إيه هما؟ الكريبت والفوليكس والميوكاس جاز. تحكم إن أنت فين؟ نبتدي بقى سي إن إس. صافي في 11 تقريبا اللي معاه النص. اللي معاه تعالى كده نشوف. اولا سي ان اس بيجي على ميكروسكوب خاص جدا، مش اللي انتم متعودين عليه. لا ولا بنشوفوش باي بيس، ده مش بنطلعه اليوم الامتحان. يبقى شكل نص ميكروسكوب يا ابني. انت بتعرف وانت رايح انت داخل على سي ان اس هتشوف ميكروسكوب يعني، مش الميكروسكوب المعتاد بتاعنا. لونه اسود كده، الستيج بتاعته ازاز، وبعدين فوقيها زي الاي بيس كده الصبح، وليه بطل ترفعها وتنزلها. يبقى اول مره تشوف فين؟ فبيبقى مستغرب، انا مش عايزه ميكروسكوب اصلا، انا بشوفها بعيني. سي ان اس عاده لونها بني. مين يقول لي ايه؟ اي جي. مصبوغه بايه؟ بالاي جي. في وقت من الاوقات يعني كنا بنعرف راح يصير اسمها رئيس بني. دكتور في وقت من الاوقات منعوا استخدام السيلفر نيتريت اللي بنسبه كبير اللي بيستخدم في صناعه المتفجرات فنظرا لظروف البتاع فمنعوا استخدامه. لكن رجعوا دلوقتي بيستخدموا. فاحيانا نلاقي سبايت سي ان اس مسبوق بالاتش ان اي. لكن عاده اللي بينزل في التحدي بيبقى مسبوق بايه؟ وانا قلت لك السنه دي اي سبايت دي سبيشالست ايه؟ فاكرين سألونا كان في اي جي؟ كان في اوزميك اسيد؟ لكن السنه دي لو بني اكتب جنبه اي جي. الحاجه الوحيده اللي ممكن جنبه لا يكتب سبب اللي هو الستايل بتاع مين؟ طيب انا هطلب منكم طلب هيبقى بايخ قوي، عارفه ان انتم مش هتحبوني فيه. ايه الطلب ده؟ دكتوره هطلب ما حدش يكتب الا اللي همديهولك. عايزاك تفهم وبعدين همديك البهليز. أولاً
school. School. Yeah.
طب هو انا هنا في العمل مطلوبه اولدي مين فيهم؟ لا، لكن على فكره اللي هو سهل قوي بيكون فوق وتحت كله رفيع وبارل، عايز احط حرف اتش مظبوطه، دي مين دي؟ طب الاخر شبه مين؟ طب الاخر لخبطني مع السيرفايف. طب انا مطلوبه اولدي اخر لون؟ طب ما انا ممكن اقرا الرجل وممكن الاقي المسيح مصر طويله ومصر صرت دي عامله زي مين؟ بس فوق وتحت كله رفيع. مين يفكرني في السيرفايكال؟ في فرق واضح في التخانه بين فوق وتحت. ده مهم قوي. يا جماعه زي ما هتشوفوا الوقت تيجي او هتيك سايد بتحاول تعرف مين فيهم؟ بس في ثوراسيك حواليها لك بايظه. ما فيهاش بوستير بونز اصلا. بوستير بونز مش موجوده وتنزل كده في الامتحان. ما دام ضايقتك تبقى مين؟ يقول لي بقى انا هعرضهم دلوقتي. لا وانا عايزه كمان مش بس تقولي دي ايه؟ هتقولها ازاي؟ الاول اسمع كلمه صح فاينل فور. شفت الكوسينوس طويله قوي وصل السيرفس. دكتور ودايفرجنت. دكتور مين خد باله الفضل ده مين؟ السيرفس يعني بس دايفرجنت بتجي من تحت من عند ركزوا قوي في الكلمة دي. طيب مين فيكم شاطر يقول لي مين دي؟ فوق وتحت كله رفيع وقرن تبقى مين يقولها لي صح؟ سباينال كور ثوراسيك. هو انت شايف بوستير بون اصلا؟ ده هنا ده كل ده انتير بون بس. بوستير مقطوش. بقت مين دي؟ مش صح. ممكن اسالكم سؤال؟ دقيقة؟ سامعها صح؟ سبايرال فور ثوراسيك انجن. طيب مين؟ انجن يروح كله. هو بيقول لي جهاز مبوط. انا بقول له جناح عين فراشة. انت التشبيه بيعجبك. مين خد باله ان صحيح فوق ارفع من تحت بس كله تخين بتختخن بتنفر صح كده؟ طب ودكتور وهنا بارل ولا لا؟ مرة واحد قال لي بس من فوق بدأت تبقى دايفر. أنا مش ببص من فوق، ببص من تحت من ناحية السن من الكلام. حد فاكر سيرفايكال؟ من تحت خالص دايفر، لكن هنا بارل ولا لا؟ دكتور أنا فين؟ أنا عايز أسمعها صح. سبايرال كور لمبر إيجي. مدام بني أقول إيجي. بعد كده عندي اثنين كلوز على فكره سباينال سين اس لو عرفت تتعرف ازاي من اسهل سبونس مع انها معقده ناس كتير فيها. كلوز بدل لو اوبن بدل مين يقول فرق بين كلمه كلوز واوبن؟ لو في الخرم اسمه سنترال اي كلام دي كلوز مفيش الخرم ده وفتح انفورسمنت اللي بتفتح اوبن. طب اسالك سؤال تاني امسكها ازاي صح؟ ده انا عندي تو ليفلز كلوز بدل ات ليفل اوف موفمنت ديجاستيشن صوت ات ليفل اوف سنسوري اللي حضر معايا نظري. هو مين كان فوق دي؟ انا قلت لك سنسوري اول حرف ايه؟ اس تبقى هي سوبري يعني المفروض سنسوري فوق مين؟ لو انت فاهم يبقى مين اللي فوق سبايرال كود على طول؟ بص يا دكتور اخبط بسبايرال كود شويه. بص بص امسكها صح ازاي؟ خليها نخله شيب نخله عين. ممكن تبص لي؟ بص تبص انا بشاور فين؟ خلي جذع النخله تحت والترفيع فوق. جذع النخله تحت والترفيع فوق. انت كده ماسكها صح. سعادتك تقول لي ايه الخرم ده؟ يبقى انا كلوز ده؟ لا استنى استنى هطلب من سعادتك محدش يكتب حاجه. أنا هقول لك فروقات كتير بتتقال بس في الآخر مين البهيز؟ مين يفكرني في رسمة الكروز بدل بول؟ مش قلت لك في رقم 11 فوق ورقم 11 تحت؟ حد فاكر 11 فوق؟ كان بداية تكوين مين؟ جراسينيوم اسمه كده وتحت دايركت برانك. على فكرة ساعات 11 فوق دول لازقين في بعض مش هيبقى زي الواحد مش باينين. ساعات الدايركت برانك ده شايفين لازقين في بعض. هقول لك البهيز اللي تكتبه
طيب مين يقول لي بقى مش انت قلت لي دي فوق دي الدكاتره هنا من حصل الكروس اللي كان في الباب بتاعنا حصل مين حتى شايف ودان القطة ودان القطة دي
المصطلح. طب ايه ده؟ ايه كل ده؟ مش ورا البريك سنتي سيربيلم؟ حتى بالسيربيلم باينه، ساعات باينه في النص بس وساعات على الجناب كمان. يبقى الحته اللي باينه دي بره في ايه؟ سيربيلم. طيب دكتور انا كده فين؟ كتبته عديتها ازاي؟ خلي الكيرف بتاع الفورس بنسك اللي فين؟ لفوق. لو وش غلط وفيها طبق من تحت تبقى بونس. على فكره لسه ما خلصتش. هقول لك على الوش هتعرفها ازاي؟ خليك معايا. طيب اديني دي. مش القطن بتطلع دم فيها الفرنس تحت. ده مش شبه مين؟ بس ما فيش سنترجلات. دكتور هل عليها شنبات افنج الفياع اكسسوارات زي الكلوز دبل سنتري ولا شنبات صعيدي محترمه الانفير كوليبر يونيس؟ انسى الكلام ده ساعات ولا حاجه من دي باينه. كل شكل بص له عامله كده زي الفولايه. نو سنترجلات نو طبعا. مفيش سنترجلات هو مفيش طبعا تبقى مين؟ يعني تعرفها ازاي؟ مفيش دايما بعرف مفيش اللي بتضايقني. يعني انا عايزه حاجه كده اول ما اشوفها قلت كذا صح؟ يبقى دايما مين بتضايقني؟ طب ينفع اقول حاجه ملحوظه هي عبيطه بس ما بتخرجش المعنى. يعني البونز لو قلبتها دكتور بونز لو قلبتها فيل من ضهرك. اول حاجه دي وديهم. بص دي كلمه فوق ولا نو ايه؟ سنترال كلام مفيش طبعا. امال ايه الفاكهين دول؟ فرنس ودول الفيل وليفر نيوز. طيب مين يا دكتور؟ ايه؟ عشان في ايه تحت؟ هو الطبق باين هنا ولا باين قوي في الجناب؟ طب ما فيش شطره كمان خليت الكيرف فوق ايه ده؟ حته من السيربيلا ماليش دعوه. السيربيلا ده ممكن يبان في قطن بيضاء ممكن يبان في الفوز ما اعتمدش عليه خالص. دكتور مين دي؟ دكتور شفت دي؟ مش دي بونس؟ وش قطه ولا لا؟ شفت ودان قطه؟ مين ده؟ الطبق ترانسفيرس كونتاين فايبرز. دكتور هل ضغط فيه؟ ادي ضغط الفيل، ادي رجليه، ادي ودانه باينة من ورا، وادي الغابة. أنا فين؟ بص ناقصة. ناقصة نص الليبراتور. ماشي. في ساعات بونز زبالة. زبالة في ايه بقى؟ الودان مغطوشة وبعيدة عن بعضها في وقت زي الكرف أو زي الفراية. عايزة كلمة واحدة فرقة. في بونز تحت. يبقى الأول خد بص لو امسكها صح خلي الكرف فوق. مفيش نظرة كمان تبقى يمين يمين. يا أوبن بتطلع بونز في طبق. بونز مفيش طبق. بوتن دكاترة أصعب اتنين الأول هوريك صورتي. إيه اللي بره ده؟ إيه اللي فوق ده؟ ماليش دعوة. طب هنا في سنتر كمان؟ مسكتها صح خليت الكيرف لفوق إيه ده بقى؟ طب أحلف أنا فين؟ بونس أصعب اتنين دول مش قادر أقول لك بيتلخبطوا إزاي. ممكن نتفق 100 جرين اعرف اصلا اعرف 100 جرين ازاي ما بيخطرش على بالك مش عارفه ليه. يا دكتور حد فاكر ان في خرم كده في المضله كان اسمه ايه؟ سنترا كلام في 100 جرين واسع قوي اسمه اكويدكتور سيرفيس. بص يا دكتور شفت الخرم واسع قد ايه؟ مش النقطه الصغنونه بتاعت مين؟ بس وانا كنت ولا تطلع الحاجات الصغنونه قوي. هنا بقى الخرم الواسع ده اكويدكتور ايه؟ طب امسكها صح ازاي؟
لو انا السوبر نيوكليس اند احدث. طب انا هقول لك على حاجه غريبه قوي. شوف انا عجوزه ازاي؟ انا في حياتي كده شفت الريد نيوكليس دي 3 4 مرات. يبقى اعتمد عليها؟ ما اشوفهاش اصلا. طب مش قلت لي الفورتين دول 50% من السلايد باينين و50% دي الكلام اللي انا بقوله ده. حد شاف لعيب كرة الرجبي؟ كرة الرجبي هما مش عارفة قال لي ايه؟ صار قال هو
vous apprendre à son sang. Et il Thank you.